إذن للمزيد أرحب بضيفي من رام الله الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية ومدير مركز مسار للدراسات الأستاذ نهاد أبو غوش، وأرحب بضيفي أيضا من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شرحبيل الغريب. أهلا بكم أستاذ نهاد من رام الله. بريك، ما الذي ظهر في اللحظات الأخيرة من خلافات وأدى وأفضى إلى تأجيل أداء اليمين للحكومة من اليوم إلى الأحد المقبل؟ هي مجرد خلافات داخل البيت الليكودي، يعني نوع من التململ والاحتجاجات لدى بعض كوادر أو قيادات حزب الليكود، احتجاجا على توزيع الحقائب، إما أن بعض الحقائب لا تعجب بعض الأشخاص أو أنهم غير مشمولين بتوزيع هذه الحقائب، لا سيما أنه لدى نتنياهو 34 حقيبة وزارية، يعني لديه وفرة كبيرة يستطيع أن يوزع فيها حقائب ومسؤوليات وزارية على عدد كبير من الأعضاء، لكن بعض الأقطاب خلينا نقول يعني بعض القيادات التي هي تعتقد أنها مهمة لم تحظى بأي شيء، وبالتالي هذا بدأ يثير تململا واحتجاجا، لا سيما أن نتنياهو كان يعطي أي منشق من جبهة الخصوم حتى لو كان فردا وزارة كاملة. يعني بالأمس انشق شخص اسمه رافي بيرتس عن حزب يمينة، أخذ حقيبة وزارية معنية بالاستيطان. في فتاة اسمها أورلي ليفي كانت محسوبة على حزب جيشر، تحالفت مع حزب العمل، أيضا أخذت حقيبة وزارية وهي لا تمثل إلا نفسها. كذلك الأمر مع شخص اسمه هاوزر، هو وزميله هندل، وهكذا. يعني الكرم من نتنياهو مع الخصوم كان سخيا في توزيع الحقائب، لكن على جماعته في حزب الليكود كان يعني متشددا. لكن أنا أعتقد أن نتنياهو قادر على تطويع هؤلاء لأن لديه غنائم أخرى يمكن أن يوزعها، مثل لجان مهمة بالكنيست، مثل بعض المسؤوليات الدبلوماسية، ممثل خاص له مثلا مندوب بالأمم المتحدة، سفير في دولة مهمة مثل واشنطن، أو يعني بعض الوكالات المهمة التي لها مكانة وزارات. فلذلك يعني أنا أعتقد أن هذه العقبة هي بسيطة يمكن تجاوزها ببعض الوعود. يعني مثلا أحد المحتجين اليوم وعد أنه سيكون الأول في الترتيب الدور بعد 18 شهر لكي يولى حقيبة وزارية، يعني سيناول نتنياهو وهو الأقدر على التحكم بإيقاع هذا الخلاف الداخلي الذي أعتبره أنا طفيفا وليس ولا يهدد استقرار هذه الحكومة أو هذا الائتلاف مع غانتس. طيب أستاذ شرحبيل، يبدو أن الخلاف ربما بسيط من وجهة نظر الأستاذ نهاد، سيتجاوزه بنيامين نتنياهو الأحد المقبل أو خلال الأيام التي ستصل بنا إلى الأحد المقبل. اليوم قطاع غزة، ما الذي يتوقعه من حكومة يمينية متطرفة مع ضوء أخضر أمريكي بالمضي قدما في إجراءات وسياسات الضم وإعلان السيادة؟ يعني بكل تأكيد الحكومة الإسرائيلية هذه صاحبة الأجندة الأكثر تطرف، واضح أنه من أساس بنود الاتفاق بين غانتس ونتنياهو هو موضوع الضم. هذا أنا أتحدث فلسطينيا على صعيد الضفة الغربية وحتى على صعيد قطاع غزة، قضية الضم تنتظر الضفة الغربية، أما في قطاع غزة فهناك قضايا ومحاذير على الطاولة. مستقبل التفاهمات مع حركة حماس قائمة وموجودة، التصعيد الإسرائيلي ومحاذير التصعيد الإسرائيلي أن تقدم إسرائيل على عمل عسكري أو مواجهة مسلحة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، كلها هذه يعني تحت موضوع على الطاولة في ظل الحديث خاصة عن مفاوضات واتصالات لتبادل أسرى تجريها القاهرة بين حماس والاحتلال. في حال فشلت لربما هذه الجهود لربما تأخذنا باتجاه خيار المواجهة المسلحة ويعني تجدد المواجهات بين فصائل المقاومة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وبالتالي هذه الحكومة لن تتهاون في الملفات، هذه الملفات على اعتبار أنه في السابق كان نتنياهو يستفرد في القرار من خلال المؤسسات التي يسيطر عليها سواء الأمنية أو العسكرية أو حتى الكابينيت. اليوم الأمر اختلف، هذه حكومة أكثر تطرف، لديها برامج واضحة بأنه يعني تبتلع كل شيء
فقطاع غزة حاضر وهناك محاذير كبيرة من شأنها أن تنتظر قطاع غزة، وبالتالي يعني كل المشهد في حالة ترقب حقيقي. مستقبل التفاهمات هل ستبقى؟ هل ستنهار في لحظة ما؟ هل يريد هنا تحديدا أستاذ شرحبيل، أود أن أسألك الفصل القطاع يعني حماس، حركة حماس ستفصل ما بين القرار الإسرائيلي في حال اتخذ لضم المستوطنات وكذلك إعلان السيادة على الغور وملفات يتخصها هي كحركة أو قطاع غزة كتهدئة والتفاهمات الأمنية والحفاظ على قواعد الاشتباك والمضي قدما في موضوع صفقة تبادل الأسرى ما بين الجانبين، أم أنها ربما يعني ستقلب الطاولة على إسرائيل فيما لو اتخذت خطوة الضم؟ يعني بتقديري حال أعلنت إسرائيل خطوة الضم لم يبقى شيء، يعني كل المحاذير موجودة، وبالتالي قضية أن تنفجر الأمور هذه وهذا أحد السيناريوهات الواردة. هل الشعب الفلسطيني سيصمت على هذه الجريمة ابتلاء الحقوق الفلسطينية؟ المسألة ليست متعلقة بحركة حماس كحركة، هذا شعب فلسطيني يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي إذا أقدمت إسرائيل على مثل هذه الخطوة أنا باعتقادي أنه جميع كل القضايا ستبقى في مهب الريح وفي مصير المجهول، لن يعني يتمسك أي فصيل فلسطيني سواء حماس أو غير حماس. القضية الفلسطينية انتهت، بمعنى أنه إسرائيل تقضي على شيء اسمه حل الدولة الفلسطينية إذا ما تحدثنا عن هذا الحل. ابتلاع الحقوق، هذا الإعلان يمثل انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي وللحقوق الفلسطينية، وبالتالي لا مكان لقضية أن تصمد هذه التفاهمات أو أن تمضي حماس لوحدها منفردة. هذه قضية وطنية، وبالتالي كل هذا المشهد يعني يستوجب من الكل الفلسطيني التجمع في قرار فلسطيني موحد من أجل مواجهة هذا المخطط الذي يحاول أن يكرس الواقع الاستيطاني بل ويقضي على الحلم الفلسطيني بأكمله. طيب سأتي إلى هذا الموضوع أستاذ نهاد، فقرة دم الأراضي وإعلان السيادة هل هي واضحة في البرنامج الحكومي أم علينا أن ننتظر يوم الأحد حيث أداء اليمين لنستمع إلى ما ستقوله هذه الحكومة، أم برأيك هل لا يهم أن تكون معلنة في البرنامج فإسرائيل ماضية علنا أو سرا أو حتى كيفما تراه مناسبا طالما أنها الآن حازت على الضوء الأخضر الأمريكي والدعم المطلوب؟ اليوم جرى تسريب بعض فصول الاتفاق الائتلافي وليس برنامج الحكومة، الاتفاق الائتلافي هناك إشارات غير مباشرة يعني لموضوع الضم مثل اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية أمن إسرائيل أو بحماية المصالح الاستراتيجية لإسرائيل، يعني عبارات من هذا النوع لكنها لا تنص بصراحة بوضوح على موضوع الضم. أيضا يعني الاتفاق نفسه كما تسرب لا يتعامل مع أجندة زمنية، هو يقول أنه بدءا من شهر تموز المقبل تبدأ عملية فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من ما يسمونها يهودا والسامرة تحديدا في الغور وفي منطقة شمال البحر الميت والمستوطنات. أنا أعتقد أن الموضوع برمته يعتمد على ردود الفعل التي يمكن أن تحدث خلال هذه الفترة، ومنها وهذا مهم جدا ردود فعل طرفين عربيين رئيسيين الأردن أولا ومصر ثانيا، موقفهما حساس جدا وأعتقد أنه مهم في التأثير على القرار، بالإضافة إلى هذا يمكن أن يشكل قطب أو نواة لموقف عربي متماسك للجامعة العربية يتبعه تحرك دولي، وأيضا موقف مهم للاتحاد الأوروبي الذي سيعقد اجتماعا موسعا ب 27 عضو يوم الجمعة غدا يفترض، وإسرائيل حاولت أن تتدارك أي إدانة أو أي تلويح بالإدانة باجتماع جرى اليوم مع 12 مندوب لدولة أوروبية، وقطعت لهم وعودات أنه لم يجري شيء حتى الآن والموضوع ما زال قيد البحث، يعني أنه ليس هناك إجراءات عملية وبالتالي ليس هناك داعي لأي خطوات أوروبية في هذا الاتجاه. كل هذا الكلام يدفعنا للقول أن موضوع الضم يعتمد على ردود الفعل المتوقعة، لا سيما أن اجتماعا مهما أيضا للقيادة الفلسطينية سيجري في الأيام القادمة، وقد دعيت له حركتا حماس والجهاد الإسلامي،
وكذلك الجبهة الشعبية التي لا تشارك في الاجتماعات التنفيذية، وهذا أيضا سيبحث في الخطوات العملية المطلوب القيام بها، مع تلميحات الرئيس أبو مازن قبل أيام أن كل شيء سيعتبر ملغيا لو أقدمت إسرائيل على الضم. يعني على كل حال أنا أريد أن ألفت الانتباه لأن الأخطر في الموضوع يعني يرى كثير، وأعذرني على ذلك، أن كل هذه الاجتماعات هي عبارة عن مضيعة للوقت ومجرد حبر على ورق. يعني ماذا سيبحث في الخطوات العملية؟ وهناك قرارات واضحة للمجلس الوطني والمجلس المركزي وضعت في الدراج. نعم. أعذرني سأذهب إلى غزة أستاذ شرحبيل. يعني هنا السؤال، لماذا ترفض حركة حماس والجهات الإسلامية دعوة الرئيس لاجتماع قيادة لبحث المخططات الإسرائيلية وكذلك القرارات المرتقبة؟ وقد ذكرت للتو بأن هذه القضية قضية وطنية، الأستاذ ذهاب، الأمر يعتمد على ردود الفعل العربية الإقليمية والدولية، وليس هناك رد فعل فلسطيني فضل الانقسام وكذلك تعذر وتعثر هذه المصالحة الفلسطينية، والحكومة الإسرائيلية واضحة فيما تمضي إليه. يعني باعتقادي اليوم الكل الفلسطيني ينظر إلى أنه قدوم هذه الحكومة الائتلافية هو يزيد المخاطر على القضية الفلسطينية. مقاطعة حركتي حماس والجهاد الإسلامي لهذا الاجتماع باعتقادي نابعة من إدراك كبير، وأن بأن هذه الاجتماعات لن تقدم ولن تؤخر. التجارب السابقة أكبر دليل، كما تفضلت سابقا هناك قرارات للمجلس المركزي في 2015 في 2018 لم يطبق منها شيء وبقيت حبرا على ورق، وبالتالي حجم الجريمة وحجم المخاطر التي تنتظر القضية الفلسطينية. إذا نحن لا نتحدث عن 30% ضم أراضي وغور الأردن، صفقة القرن تتحدث عن أكثر من ذلك، وبالتالي المطلوب اليوم موقف الفلسطيني هذا موقف يعني عبارة عن تهديد ووعود وبيانات شجب واستنكار، هذه غير كافية. وباعتقادي الكل الفلسطيني أصبح ممن يعارض حضور هذا الاجتماع يعي أن هذه الاجتماعات فارغة المضمون وهذه التحذيرات فارغة المضمون. إذا ما تحدثنا عن قضية يعني التلويح بحل السلطة وعفوا الانسحاب من الاتفاقيات الموقعة، إذا ما تحدثنا وعرجنا على هذه النقطة، تشكيل السلطة الفلسطينية هو جزء من اتفاقيات مع إسرائيل، وبالتالي من يريد أن يتوعد بحل والانسحاب من اتفاقيات مع إسرائيل يقدم بدائل. السلطة الفلسطينية حتى هذه اللحظة لا تقدم بدائل ولا تقدم أي تطبيق عملي يمكن أن يعني يكون جامع للكل الفلسطيني أن يجتمع عليه. المطلوب الخروج السلطة اليوم من مربع الشجب والاستنكار والتهديد والوعيد إلى مربع التطبيق العملي والتجمع فلسطينيا حول خيار وطني فلسطيني، هذا هو المطلوب. والمطلوب ليس اجتماعات وهذه كلها مضيعة للوقت. ماذا نفسر بأن يعني قبل يومين أقدمت السلطة على أخذ قرض بقيمة 800 مليون شيكل من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبعد يومين تتهدد وتتوعد؟ هذا الأمر باعتقادي لهذان الأمران لا يلتقيان بالمطلق. واضح أنه من يقدم تهديد ووعيد ومحاذير ولا يقدم بدائل باعتقادي يضع نفسه في خانة الشريك وتمرير مثل هذه المشاريع لربما المشبوهة والخطيرة على مستقبل الدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص. طيب أنا أشكرك من قطاع غزة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ شرحبيل الغريب، وأشكر ضيفي من مدينة رام الله في الضفة الغربية الكاتب المتخصص في الشؤون الإسرائيلية ومدير مركز مسار للدراسات الأستاذ نهاد أبو غوش. شكرا جزيلا لكما.